توني واقف أبي طابور للسفر إلى العمرة، ولكن نمت قليلا، ولما استيقظت الناس اللي كنت معهم طلعوا بالرحلة وزعلت كثير وما صدقت. يعني هنا هذا الحلم أختي الكريمة معقد يا هبة، هي معقد. عشان معقد يعني هذا حلم مربوط في أنت، هل أنت عايشة عند أهلك ولا عايشة في بلد ثانية، أنت عايشة مع أسرتك ولا عايشة منطقة بعيدة. هي آنسة صح؟ عزباء، لكن الله يعلم هي عند أهلها ولا، لأنه هنا الحلم يدل على مجموعة من المناسبات، مجموعة من اللحظات السعيدة في حياتكم راح تنشغلي عنها. شو السبب؟ I don't know، ما أعرف، غير واضح شو السبب إنك راح تنشغلي عن هاي المناسبات. هل هو حيكون دراسة؟ هل هو حيكون سفر؟ هل حيكون إن شاء الله عروس ونفرح فيك وتكون بعيدة عن أهلك؟ أنا ما أعرف، ولكن أعرف إنه في مناسبات متتالية لوالدك ووالدتك وأهلك أنت راح تكون في عندك صعوبة في حضورها، ولكن راح أشاركيهم فرحتهم وسعادتهم فيها والعلم عند رب العالمين.